بعد الاتصالات لكلمات العرفان والتقدير منكم وما تخللها من مشاعر صادقة وما عبرت عنه من خواطر وما أثارته في نفسي من ذكريات، أود أن أبادلكم التقدير بالتقدير بالمودة. أرجو أن يكون هنالك عطاء ولو قليل إن شاء الله. هذا ما يخلفه الإنسان من وراء ظهره، هو ما يمكنه أن ينفع به وتنتفع به، وهذا ما أتمناه ويرجوه كل شخص بطبيعة الحال. وأرجو إن شاء الله أن يكون هذا مظهر من مظاهر التطبيقية لواقع الحياة الذي حقق قضيت هنا مدة غير يسيرة، وكانت هنالك مساعدة من كل الأطر المحيطة بالمؤسسة، سواء في ذلك الأساتذة أو الطلبة أو الموظفين. والواقع أن ما يمكن أن نقول إنه تحقق فذلك بفضلهم هم، لأن الواقع هم الذين يمارسون، هم الذين يواشدون، هم الذين ينجزون. هذا طبعا يرجوه كل شخص، وأتمنى أن يكون ذلك يعني مرغوب فيه وموافق للواقع. صحيح أن الأمر ليس بيسير، التكريم وين يكون بسيطا ولكن له رمزيته وله غايته إلى آخره. فأرجو إن شاء الله أن أكون قد قمت بتحقيق شيء ما من جزء ما في حياتي التي قضيتها هنا في هذه المؤسسة لمدة غير يسيرة، لمدة تزيد على 20 عام. له أهميته الرمزية بصرف النظر عن كل هذا، وفي الواقع شيء أعتز به وأي اعتزاز، لأن هذا ما أتذكره، هذا ما أحمله في ذاكرتي. ولذلك فإن هؤلاء الإخوة الذين قاموا بهذا التكريم جزاهم الله خيرا ووفقهم لأداء الرسالة، وأعتقد أن هذا من أداء من الرسالة، من الأداء الذي يقوم به كل شخص في حياته التي يعيشها في هذه الحياة وفي هذه الحادة التي نمر بها مرورا الكرام. فأرجو إن شاء الله أن يكون خيرا بحول الله.